النهار اللي وصلت هرب ثم وشاف الحالة نتاعها وذمنا، ولا قال لي تروح دير لها راديو ليرام في البويرة. نهار اللي لحقنا البويرة باش ندير لها ليرام في البويرة، شافوا الحالة نتاعها ما يخدرولهاش، تتعد وكذا. قال لي هذه الليرام نتاعها مش عندنا لهنا، ولا رسلوني بعثوني للغاية لهنا. درت لها ليرام في الغاية لهنا، جبتها درت لها ليرام، وبعد وليت رجعت للدكتور شاف معها قال لي حاجة لاباس لاباس، عطى لها دواء وبدات مع الدواء. قعدت 10 ايام حوالي 12 يوم هكاك، ولات استرجعت، كانت تسمى كانت ما تهدرش، كانت ما تشوفش، كانت شلل تام، ولات يعني رجعت الحركة وعاد تهدر، عاد تشوف لاباس عليها، ولا بقى لها غير نصف ال شلل نصفي بقى لها. واش احساسكم كي كنت تشوف بنتك هكذاك ما تشوفش مشلوله فمها معوج؟ والله يا احساسكم، والله يا الاخ جلال نقولك صح. نعم، تسمى الماكله ما ناكل ما نرقد صح. آه نمشي من نجيب الخبر كاع نروح يوصل نوصي. احنا الحمد لله احنا رجال شويه نحاول نقول لك صح. والله القلب لحمة صح، قلب لحمة. نحن الرجال وندعي القوه والثبات الى اخره، ولكن الام اكثر. الام اكثر. واش كانت تحس الحاجه الوقت هذاك تشوف بنتها هكذاك؟ بات قاعده ونخزر في كرعيها، كنا الصباح ما نشرب ما ناكل، نخزر كرعي يرتحوا ما يرتحوش، نمسها ما نمسها. وهي صغيره ما شاء الله جايه للدنيا. هي اللي فينا تسلم عليا، داير الحلوه في الدار، تشتي كاع البيت، تشتي عمامها، تشتيهم كاع. جداها هذا وادي جداها نسيت كاع، تشتيهم كاع. خوها بلال هذا ما تصورش كيفاش.